مرحبا. شكرا بادي اذي بدا سامحني تعرفوا عليك. مبروك ان شاء الله عليك وجميع المسلمين والمسلمات. اسمي نجيب الشابي من قبلي تنفيه ولا شبه اسمي وكواتك كما تقول الحكمه صلاح نفسك للاخلاق مرجعه فقوم النفس بالاخلاق تستقني. فاش تعمل اليوم في تونس انت هنا فاش تعمل؟ جيت يعني زياره انت في الاسواق لا باعتبار اني صائم واصلي خاف الله وفهمت الله نقاش بعض الكتب يعني دينيه نقراها او علميه ثم بعض الحاجيات ان شاء الله باعتبار شهر رمضان شهر مبارك شهر التقوى والعباده والتسامح والمحبه والوفاء لينا وليكم جميع المسلمين والمسلمات. العربيه الفصحى تكلم فيها منين؟ العربيه الفصحى تعلمت عن والدي كان استاذ تعليم علوم ثم علمني انا واخوتي الاعزاء فتعلمت العربيه وحفظت القران بامتياز والحمد لله وكانت اللغه العربيه هي لغه الام رغم تكلم الفرنسيه والانجليزيه والالمانيه. تكلم اللغات هذوما الكل؟ نعم. الوالد وقتاش كان استاذ في سنوات قديمه؟ الله يتعلم في جامعه زيتونه قديم الزمان وقرر يعني الفقه والعربيه الفصحى والتربيه الاسلاميه في قفصه وتونس باب السويقه اشحبنا باب السويقه كان قرر انا والدي في معهد باب الخزر وصديقيه ثم انتقل الى توزر ثم الى قبلي. فانت ما قريتش؟ تعلمت الحمد لله وشكر تعلمت عربيه وفرنسيه ورياضيات والفيزياء علوم تنفيذ ولا الى سنه رابعه تعليم العالي. رابع تعليم عالي. نعم. استاذيه معنا. نعم. استاذيه شنو؟ استاذيه في الفلسفه. في الفلسفه نعم. واليوم فاش تعمل؟ نعم. اليوم في العيشه كيفاش؟ فاش تعمل؟ فاش تخدم؟ والله العيشه الحمد لله يعني عندي كنت عندي يعني في البنك مخبي قديم من زمان لما كنت ادرس تنبيه ولا قبل ان كنت مريضا والحمد لله والمدين الحمد لله رب العالمين. مرضت معناها تركت؟ مرضت ودفعت حوالي 25 مليون حاولت نعم دفعت ملايين حوالي 25 مليون باش أول نفسي جعلت نفسي مرضت نعم باش مرض كيفاش؟ وتمنى طحت من النخله على كتفي فهمتني ولا هذا كان السبب في مرة طحت في نعم اجمع التمر في النخيل في الجنوب قلت لي في الاوف انت تركت الجنوب وجيت قداش عندك من جيت لتونس العاصمة؟ سنوات في تونس هنا فاش تعمل هنا؟ والله كما قلت لك مره في تونس باب السويقه مره في سيدي بوسعيد مره في مرسى مره في قمرس مع الاحباب والاصدقاء ودوما كما يقول الفرنسي ديموا كوتي فريكون تدي كوتي فانا اخذت العلماء والاساتذه والاطباء والمثقفين والعلماء سي بور سولا جو ريميرسي انفينيمون اي جو سويت انك سرونت بي بلان دي جون ما شاء الله عليك مثقف خلينا نحكوا معك شويه ما تسالش خليت العائله وجيت من الجنوب العائله في الجنوب نعم شكون خليت؟ عندي 5 أبناء مع ذاهب بهم يعني أختي الكبيرة وهي مصلية حاجة فهمت ولا وكان زوجي توفي رحم الله فتركت البيت لتقوى الحكمة وبنفسك فز إن خفت دائما واترك الديار لمن بناها ومن بلد إلى بلد ونفسك العزيزة لن تجد سواه. شاعر زادة؟ لست شاعرا وانما حسب لكل مقال بحسب الظروف حسب المعطيات يعني امور نفسيه معنويه به صغارك اليوم اللي خليتهم صغار قلت لي 7 كيكة 5 اطفال 3 بنات وزوج اولاد شنو يعملوا اليوم؟ والله واحده تقرا من تلا في كليه الطب في صباقس والاخرى يعني في الجيش تنفيذ بالاكاديميه العسكريه واخرين يقراوا في الثانويه يعني انت تو تركتهم عندك 7 سنين وهم كملوا قريتهم وحدهم اساعدهم هنا ماديا واكلمهم هاتفيا ولن ازور بلدي بعد ما توفيت زوجتي فتركت المكان يعني ملي توفت مرتك غادرت نعم كنت احبها جدا كانت شهمه ونبيله وممتازه ونبيله كما تقول الحكمه البيت مملكه وملكته المراه الصالحه عم قديش توفيت تو عندها 7 سنوات السبب الرئيسي والمباشر انك تركت غادي ان زوجتك توفيت نعم لقد تركتها لقد توفيت رحمه الله ويرحم جميع المسلمين والمسلمات اذا كانت يعني شهمه ساعدتني وكانت متميزه في الاخلاق والتواضع والاخلاق العاليه كما قلت لك سلفا البيت مملكه وملكته المراه الصالحه حبيتها برشا معنا نعم ما كما يقول تقول الحكمه ان الام اخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا اليوم ما تحنش لصغارك والله احن اليهم كثيرا واتمنى لهم ان شاء الله النجاح بتفوق ان شاء الله في حياتهم الحاضره والمستقبليه ونحو ما يجب ان يكون الله معهم. اصغر واحد فيهم اصغر واحد خليته قديش في عمر قديش؟ 7 سنوات 7 سنين نعم واليوم؟ 14 سنة معناها 14 سنة بالثانوية سنة ثالثة ثانوية ما يكلمكش تو؟ اكلمهم بالهاتف اكلم اختي واختي تعديهم ان شاء الله نعم
كبير كبير شكون؟ كبير مثل قلت لكم في الجيش في الأكاديمية العسكرية تزوج نعم واحدة مغربية. مشيت العرس؟ لا 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 لا. ليش المشكلة؟ ليش انك خيرت انك تهرب؟ انت هربت بلغه اخرى. ليس هروبا، وانما ان شاء الله عن قريب سازورها ان شاء الله لما اشفى من جسدي. تنبيه ولا عندك مرض؟ لا عندي مرض، قلت في كتفي هناك. كتفك ما عندك مرض نفسي معناه؟ تحس روحك متقلق معناها؟ ليش شرط ان شاء الله باذن الله عن قريب اتحسن ان شاء الله بمشيئه الله بمشيئه الله. بنتك تبيبه فين؟ تخرجت ولا مازال؟ مازال تقرا في الكليه في صراخس سنه خمسه التعليم العالي. ما شاء الله. نعم نعم. على اتصال معها ديما؟ اكلم مع اختي، واختي تكلمها هي في العطل بمناسبه عطله الخريف وعطله الربيع وعطله الشتاء والعيد الصغير العيد الكبير باتصال معهم ان شاء الله. وكنت قد درسهم امتيازا، كنت لما كان عندي ابناء ودرسهم عربيه فرنسيه رياضيات مات فيزيك كيمياء سيونس انجلي. ما قالولكش بابا ارجع؟ نعم متشوق الى شوق المحنين والبكاء. ارجوك يا ابي نجيب ان تزورنا، وان شاء الله سازوركم عن قريب بامتياز ان شاء الله لما اتحسن. كما تقول الحكمه اللي غاب جاب، باش نرجع البلد منها سفر هي صعصع علي. باش يكون صغارك ما شاء الله هم مكملين مستقبلهم اكلمهم بالهاتف واشجعهم نفسانيا ومعنويا وبيداغوجيا ودبلوماسيا الى اخره. اسمك يرجع لله سبحانه وتعالى. واختي الكريمه واختي الحاجه ذي لا هي بهم على مستوى الاكل وعلى مستوى النظافه وعلى مستوى و و و و انت اليوم كي خليت ولادك ما شاء الله طبيبه وفي العسكر وكذا، انت لهنا كيفاش عايش؟ انت كيفاش عايش؟ والله الحمد لله معيش. اني اسكن تارة في النزل، تارة عند بعض الاصدقاء، تارة في المرسى، تارة في سيدي بوسعيد، تارة في قام. كل مره كيفاش؟ نعم بعد الصلاه اتوكل على الله. نعم سلام. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وخاصه الصابرين. قال سبحانه وتعالى في سوره النساء وجزيناهم بما صبروا جنه وحريرا. صدق العظيم. رمضانك مبروك ان شاء الله. ان شاء الله جميعا، ان شاء الله ليكم جميع المسلمين والمسلمات والمسلمين الفلسطينيين الشهداء ويدمر ان شاء الله الاسرائيليين. والسلام عليكم.